السلام عليكم. حصلت هذه زي المقعدة حقت كرسي قديم أو شيء زي كذا، عليها جلد أسود وعجبني شكلها دائري، وتخليني أفكر أشغل مخي الأيمن وأشوف إيش ممكن يطلع منها حاجة كذا تحفة فنية أنتيك نحطه كعمل جمالي. طيب لازم نشغل مخنا الأيمن ونشوف، إذا ما اشتغل مخ الأيمن صعب صراحة. أوكي، أنا إحسان برهان وفكرة فن جديدة. كده القطعة اللي لقيناها مرمية وما كنا مهملينها شفناها في الشارع تحولت إلى تحفة فنية جميلة وحلوة، وأخذت وقت كثير شوية بس الحمد لله طلعنا بشكل حلو جميل من إعادة تدوير. كده خلصنا خلاص. شكرا متابعتي، أنا إحسان برهان وفكرة فن جديدة.